السلام عليكم خوتي ورحمه الله تعالى وبركاته. عندي معكم واحد الشكيل زوين ديال بحال كرواسه، هي ماشي كرواسه بحال البريسات. هنا عندي بيضه، عندي بيضه ونص كاس ديال الزيت، عندي معلقه ديال الخميره، عندي معلقه ديال السنيده، عندي خماره الحلوه، شويه الملح، كاين ديال الملح هو هنا، هذا تشكيل ديال البريوش ساهل، ما فيش صعوبات، ما فيه والو، ها هو غادي نشوفوا تشوفوه. الكيسان ديال الحليب بهذا العبار هذا، المهم توقف هذيك شويه ديال الفرينه الفرص يوقف وصافي، ما يكونش قاصح، يكون شويه أول كاس ديال ولدي فرينة، خاص كاس دوم مثلا شوية يبدا يخمر عندي الشي لاخر اللي باقي. البريوش ان شاء الله غادي نعمرو في الشراط، لا باش بما كان، انا كنفضلو بلاش ما نعمرو في الحال، انا كنعطيها طبيعي هكا. دابا غنزيد كاس تاني، هو في موقفة ديال العجينة هو هذا، واخا كندير جوج ونص فرينة على حساب كل كيفاش كدير، شي كيشرب كاين لي مكيشربش. هو الكاس التالت غادي ندير بالقياس باش غادي يوقف، مزال خاصني ندير شويه.
في نسيت نجمعها. دابا انا حطينا شويه على ما تلقات وانا غادي نرجع معكم هنا نجيك هكا نقرصها في الطريقه اللي بغيت. هنايا درت شويه الحليب، صفار ديال البيضه، معلقه صغيره ديال النسكافيه باش غادي ندهنهم من الفوق. Thank you.
هو ده الصوت الفراغ 180 30 دقيقة، 180 درجة في الحرارة و 30 دقيقة في الوقت. أما إن شاء الله غادي ميتي و غادي نخرجو و تشوفو معانا. هو نجيب هذا بصحة و راحة، تاكلو و تعاودو إن شاء الله. هما خرجو محمرين و غزالين و تكسر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صحتكم.